إن حكومة بلادي التي كانت أول من قام بتسليم قائمة المدعومين من قبل الدولة السورية لهذه اللجنة إلى السيد المبعوث الخاص، تؤمن بأن الدول الضامنة قادرة على لعب دور هام بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية بشأن كيفية تشكيل هذه اللجنة وولايتها وآلية عملها بتيسير من الأمم المتحدة. لاحظوا أننا لا نستبعد الأمم المتحدة، لكن دور الأمم المتحدة هو تيسير الحوار السوري السوري، تيسير وليس فرض وصاية على هذا الحوار السوري السوري، تيسير. السيد المبعوث الخاص مهمته تيسير تسهيل الحوار السوري السوري.